السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نقدم لكم واحد الوصفة زوينة اللي هي كيكة بالحامض او كيكو سيترون. ندوزو المقادير. عندنا 175 غرام ديال سنيدة، عندنا زبدة مذوبة 120 غرام، نعبرو 120 غرام عاد ندوبوها. عندنا لوزيس دو سيترون، عندنا قشرة ديال الحامضة وحدة، ثلاثة البيضات، عندنا 150 غرام ديال دقيق الفرز، دقيق ديال الحلويات، وعندنا جو دو سيترون عصير ديال الحامض ديال جوج حامضات متوسطين، وعندنا بطبيعة الحال نص معلقة صغيرة ديال خميرة الحلوى. نبداو على بركة الله. غنبداو بالسكر والزبدة، نخلطوهم مع بعضياتهم بالطراب اليدوي. تنساجو مزيان بالطراب اليدوي. غادي نزيدو الزيست ديال الحامض، القشور ديال الحامض. الحامضة قبل ما ناخدو ليها القشور كنغسلوها مزيان، عاد كنحكوها في الحكاكة الرقيقة. غادي نخلي لكم المقادير بكاس عنبة في صندوق الوصف، اللي ما عندوش الميزان يقدر يعبر بكاس العنبة. دابا غادي نبداو نضيفو البيضة البيضة، نضيفو البيضة الأولى ونخلطو مزيان. غادي نزيدو الدقيق ديالنا، عندنا 150 غرام ديال الدقيق. الخميرة ديالنا حتى كنتمنى تجربوها، كتجي واحد الكيكة هائلة لذيذة بزاف. من بعد غادي نديرو ليها ملي غادي طيب وتخرج، غادي نديرو ليها واحد كلاصاج. دابا غادي نزيدو عصير ديال الليمون ونخلطو مزيان. كندخلو الكيكه ديالنا للفرن اللي مشعول على 180 درجه. كنديرو الكيكه ديالنا الوسط، وانا كنشعل عليها غير من التحت، تنخليها حتى كتطلع وتنفخ وتعطي ريحتها، عاد كنشعل عليها من الفوق. تقريبا تبقى لنا في الفرن شي 30 دقيقه. كنهزو مزيان، هاهي الكيكة ديالنا. من بعد ما طابت غادي نصوبو الكلاصاج ديالنا. عندنا هنا 130 غرام ديال السكر كلاصي، وعندنا 25 غرام ديال الحامض. عصرو وعبرو ما تعطيك 25 غرام. غادي ناخدو دابا السكر كلاصي، نزيدوه على
جوج حامض لاصاج ديالنا كيما كتشوفوا كيجي هائل فوق هاد الكيكة. نزوقوها بشويه ديال الزيت ديال الحامض وغادي نخليها حتى يجمد عليها هذا الكلاصاج ويلصق مزيان. كنتمنى تعجبكم الوصفة ديال اليوم، ولا عجباتكم ما تنساوش تديروا لي